Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم. مؤتمر أبل في الكوبرتينو كاليفورنيا بقى له 15 يوم تقريبا، ونقلا عن مجلة بلومبرج الأمريكية وهي واحدة من أهم قنوات أخبار تقنية بالعالم، أبل محضرة عدة مفاجآت للآيفون والإيربوز وحتى الآيباد. ظلوا يانا طلعت أخبار لوزوتوز جديدة عن مؤتمر أبل القادم. نجي هسه الأخبار الآيفون وشنو التعديلات اللي راح تصير عليه وبسرعة. هاي السنة وكل سنة رمز قوة أبل وسلاحها الأسطوري هو الآيفون، وهاي السنة 2019 راح تتغير التسمية من جديد بأجهزة الآيفون. يعني الآيفون الأرخص اللي كان اسمه XR راح يصير اسمه آيفون 11 أو آيفون وبس، أما النسختين الباقية البريميوم راح تكون باسم الآيفون برو، لكن أسماءهم ما محددة بالتقرير. الأخبار الجديدة تأكد أنه XR أو الآيفون 11 راح يصير بكاميرتين بدل واحدة، الأساسية بقوة 12 ميجا بكسل والتليفوتو أيضاً بقوة 12 ميجا بكسل بزوم بصري 2X. أما الآيفونات البرو فراح تكون بثلاث كاميرات أساسية أقوى من الحالية عند 16 ميجا بكسل، وهذا وأخيراً تحقق بالآيفون اللي تشلب بال 12 ميجا بكسل ما أعرف كم سنة. والألترا وايد الجديدة عند 12 ميجا بكسل بزاوية 120 درجة وعدسة تليفوتو بقوة 2X زوم بصري. بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي راح توصل القوة بالتصوير والوضوح بشكل يكافئ كاميرات الحقيقية DSLR. أما الفيك الأضبط فهي بالفيديو، لأنه معالج التصوير أو الكاميرا سيستم الجديد راح يسمح لك بتعديل على الفيديو أثناء ما تصور، وهاي فيك روعة جدا خصوصا للفلوغرية والبلوغرية. يعني تقدر تقص وتزوم وتغير بالإضاءة والألوان مباشرة أثناء مدى تصور، حتى المايكات راح تتبدل وتتحسن، وال3D Sound Recording System أثناء تصوير الفيديو راح يتحسن بشكل كبير. وأيضا بالشاشة اللغة تقنية 3D Touch صار مكانها الهابتك 3D Touch. طبعا اختياري لكلمة المعالجات هو معتباطي، وأعني أنه كل النسخ مع الآيفون 11 القادم الR والبرو راح تكون بها معالج أبل الأقوى والأحدث الأي 13، لكن أيضا راح يكون أكو CPU ثاني اسمه الأبل ماتريكس، وهذا CPU مسؤول عن تنفيذ العمليات الحسابية المتقدمة والخوارزميات الثقيلة حتى تسهل عمل الأوغمنتد رياليتي أو الAR اللي متوقع أنه يتم استخدامه بقوة بكاميرات أبل للجيل القادم مو الحالي، راح تستخدم ايضا بهذا الجيل الحالي لكن بشكل ابتدائي. نظام مقاومة الماء والغبار افضل ويسمح لك بالسباحة لمدة 30 دقيقة او اكثر، لكن مو الغوص انتبهولي يا اصدقاء. ايضا طبقة حماية جديدة سكراش ريزيستنس ترفع وتزيد الحماية ضد الخدوش والكسور. جيل ثاني احدث من الفيس اي دي راح يسمح بفتح التليفون يتحسس الوجه من زوايا اوسع واكبر، وتقريبا مثل ما تسرب من اخبار بالبيكسل 4، وراح توصل سرعه الفتح بالجهاز لمستوى مكافئ للبصمه الاعتياديه. البطاريات راح تكبر وتتحسن وبمعدل 15%، يعني الماكس مال 2018 2800 او 2900 ملي امبير راح يصير ببطاريه بقوه 3500 ملي امبير، وايضا ولاول مره دعم لشحن عكسي او ريفرس وايرلس تشارجنج بقوه 5 واط. صحيح قوه بسيطه، لكن الحمد لله انه ابل طبقت هاي التقنيه، وشحن سريع واير بقدره 15 واط، وهاي راح تكون ممتازه جدا. والشحن عكسي والاي جهاز يشحن ببروتوكول تشي تشارجنج. ساعة أبل وجيلها الجاي راح تصير بتغييرات بسيطة بالشكل، وأبل ركزت وحسب بلومبرج على الخصائص والميزات اللي راح يوفرها الجيل الأحدث من نظام تشغيل الساعة أو الأبل ووتش OS 6. أما أخبار الآيبادات فأخبار حلوة، وآيباد جديد وبتصميم عصري وحواف أنحف لكن ببصمة اعتيادية بقياس 10.2 إنج بدل 9.7 الستاندر الحالي. أما الآيباد برو فرح تحصل به تحسينات ورح يجي بنفس تصميم الآيفون 11 برو أو الماكس، وبثلاث كاميرات بالخلف، وهاي لأول مرة تصير بآيباد 12.9 وال10.5 بإنج. أما الآيباد ميني والآيباد إير فماكو أي تحديث عليهم. السماعات وهي أهم وأشهر منتجات أبل من الويرابل أو الملبوسات، وسماعة أبل تحديدا هي الأكثر مبيعا بالعالم للسنتين الفاتت على التوالي، وهاي السنة راح تنضاف ميزات هام منها مقاومة المي والغبار وعزل أفضل بهواية، والنويز كانسليشن راح يصير بعد أفضل.
أصدقائي، هذا كان كل ما تسرب عن مؤتمر أبل القادم بحسب موقع بلومبر ومن مصدر موثوق جدا. أنا حاليا أنتظر المؤتمر على نار يوم ورا يوم، لأن أكيد بي لازم بعد مفاجآت. أبل من الشركات الأكثر سرية بالعالم ومليانة مفاجآت. أشوفكم على خير بالفيديو اللاخ إن شاء الله. في أمان الله.